متابعي موقع بصراحة، معاكم أسماء مصطفى مراسلة محافظة الشرقية، لسه متابعين مع حضراتكم من مدينة ديار بنجم. الواقعة اللي هزت مصر كلها مش الشرقية بس، من امبارح بالليل انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مسنة مرات ابنها بتضربها. المقطع الفيديو ده انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحداث كتيرة حصلت. يعني أقول لحضراتكم سريعا، يمكن احنا تابعنا مع حضراتكم من مدينة ديار بنجم النهاردة الواقعة اللي حصلت في مدينة ديار بنجم دي. سيدة مسنة للأسف مرات ابنها ضربتها بطريقة بشعة، وضربتها كمان بخشبة زي ما شفنا كلنا في الفيديو. احنا موجودين دلوقتي من امام نيابة ديار نجم بعد الافراج عن السيدة المسنة، وتم القبض طبعا على الزوجة اللي عملت في حماتها كده. ضربت حماتها وهانت كرامتها. فيديو الواقعة يعني يمكن أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. خانت العشرة وضربت حماتها المسنة وكله سلف ودين. بهذه الكلمات أثارت واقعة اعتداء ربة منزل على حماتها المسنة حالة من الاستياء والغضب بين رواد السوشيال ميديا مطالبين بحق الأم المسكينة وضبط ربة المنزل. وفعلا تم ضبط ربة المنزل اللي عملت في حماتها كده من مدينة ديار بنجم، وتم القبض عليها. وفعلا كانت التحقيقات شغالة دلوقتي في النيابة وتم القبض عليها، والنائب العام أمر بعمل تقرير طبي للسيدة المسنة على الفور. فعلا تم عمل التقرير الطبي، تحولت السيدة المسنة بحراسة مشددة لمستشفى ديار بنجم، وتم عمل تقرير طبي بالواقعة. الواقعة دي كانت يوم الجمعة اللي فاتت للأسف، وتعود تفاصيل الواقعة عند قيام الشاب علي نبيل ابن السيدة المسنة وزوج ربة المنزل، وهو مقيم في مدينة ديار بنجم بيعمل بالخارج، بيعمل في الإمارات. عفوا، هو بيعمل في مدينة الإمارات، كان مسافر وللأسف هو كان يعني حاطط كاميرات مراقبة في بيته لأن كانت زوجته قاعدة لوحدها هي ووالدته، فعلشان يطمن عليها. نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بيظهر في قيام زوجته نداء بالتعدي على والدته المسنة بالضرب والألفاظ المسيئة أثناء تواجدها أمام منزلها. طبعا احنا رحنا النهارده البيت المسنه السيده الكبيره واتكلمنا معاهم هناك في البيت، قالوا ان سبب الفيديو ده والضرب اللي حصل في الفيديو وان هي ضربت حماتها بسبب كانت بتتناقش معاها بتقول لها انت ما كنتش بتجيبي لي موسم، انا وانا مخطوبه لابنك انت ما كنتش بتجيبي لي موسم، وللاسف حصل الخلاف والضرب اللي احنا شفناه في الفيديو. طبعا تم القبض على الزوجه زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الفيديو، ويمكن لسه دلوقتي طالعين من النيابه الزوج ووالدته اللي تم الاعتداء عليها، واحنا بنساله قال يعني تفاصيل كتير، قال ان انا مش هفضل مع الزوجه دي، انا هطلقها مش هتفضل على ذمتي، رغم ان هو عنده بنت صغيره. قال انا ما ينفعش دي تفضل على ذمتي وانا هنفصل عنها. وكمان قال ان كان دايما في مشاكل بينه وبين زوجته، وكانت زوجته دايما بتقول ان انتوا بيت جوع، ده من ضمن الكلام اللي قاله في خلال اللايف. الواقعه دي اثارت يعني هنا يعني كل مدينه ديار بنجم مستاءة جدا من اللي حصل في السيده المسنه. زي ما قلت لحضراتكم يمكن الواقعه دي اثارت مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نبيل عبر حسابه الشخصي امي حقك عليا يا نور عيني، لو انا موجود ما كنتش حصل اللي حصل، ملعون ابو الغربه.
للاسف دي مراتي اللي بتضرب امي، اللي هي في مقام امها. ده المفروض يعني كانت على طول امي كانت بتقول لي معلش يا علي، لان كان في مشاكل بينهم يعني، فكانت امه اللي هي ضربتها بتقعد تقول له معلش استحمل. ودي اخرتها مراتي اسمها نداء، وامها اللي كانت ظاهره في الفيديو اسمها رندا. حبيت انزل الفيديو علشان ماشيين يقولوا في البلد ان امي هي اللي ضربتها الاول وهم مش ضربوها، بس الحمد لله نسي ان في كاميرات. اقسم بالله اجيب لك حقك يا امي وحسبي الله ونعم الوكيل. زي ما قلت لحضراتكم الفيديو ده كل استاء منه، الكل كان يعني مستاء من اللي حصل للسيدة المسنة. زي ما قلت لحضراتكم في بداية اللايف تم القبض طبعا على الزوجة اللي عملت كده وتحولت للنيابة. وزي ما قلت لحضراتكم امر النائب العام فورا بعمل تقرير طبي للسيدة المسنة. الواقعة دي كانت يوم الجمعة اللي فاتت، طبعا هما من الصبح وهما في النيابة، ولسه حالا دلوقتي خارجين من النيابة الزوج ووالدته. الزوج قال عبر تصريحات لموقع بصراحة لما قلنا له انت هتفضل معاها ولا هتنفصل عنها، رد قال انا مش هكمل معاها وهنفصل عنها، هو عنده بنت صغيرة قال ايه يعني، وان شاء الله هياخد بنتي منهم. وقال ان هي كانت دايما في مشاكل معاه ودايما كانت بتقول له انتوا بيت جوع، كلام كتير اتقال ويعني احداث كتيرة حصلت في الواقعة دي. الواقعة دي مش هزة محافظة الشرقية، لا ده مصر كلها، يمكن ده حديث مصر كلها من امبارح بالليل بعد ظهور الفيديو الاعتداء على السيدة المسنة. هنرجع لحضراتكم ان شاء الله بكل جديد في احداث القضيه. كنت معاكم انا اسماء مصطفى مراسله محافظه الشرقيه من موقع بصراحه.